السلام عليكم، مرحبا بكم على القناة ديالي كنزي غوسيت. اليوم غنبارطاجي معكم اون غيسيت كما شفتوا معايا ديال دي بغيوش اللي غادي نقدموهم بجوج طريقات، الحلو والمالح. بنفس العجينة انتم كتشوفوا المكونات معايا، عندي نص كيلو ديال الدقيق، عندي بيضة او بيض بيضة الصفر غادي نخليه باش ندهن الوجه ديال لي بغيوش، عندي ربع كاس ديال الزيت سمحوا لي الرومية، عندي كاس ديال الحليب ما يعادل 200 مليليتر اللي يكون ساخن ماشي بزاف، عندي معلقة كبيرة ديال الخميرة، ملحة معلقة، جوج معلق تقريبا ديال سنيدة وخمارة. اما في الحشوة المالحة عندي لي زيبيناغ اللي انا صوطيتهم بالبصيلة والملحة والبزار، شوية ديال الكمون، معلقة ديال الهريسة والزيت البلدية، عندي علبة ديال الطون اللي صفيتو و ان بو ديال الفروماج بلون اللي بغيتو تستعملوه. اما بالنسبه انا خليتهم هكا مفرقين باش تشوفوا المكونات شنو معايا، وغادي نزيد واحد الطريفات ديال الفروماج اللي غادي نديرهم باش يعطيني داك التعليكه. اما بالنسبه للحلو فانا غادي نستعمل نوتيلا، درتها في ديك الزلافه باش نديرها في البان ماغي يطلق ليا شويه. غادي نشدو داك الحليب غادي نديرو فيه جوج معالق ديال السنيده اللي قلنا، وغادي نزيدو فيه هذيك المعلقه بومبي ديال الخميره حبيبات باش يتفاعل ليا مع الحليب. نقدروا نستعملوا ما نستعملوش العجانه، نعجنوا غير بيدينا، فانا استعملت العجانه باش تسهل عليا الشغال. دونك كنديروا هذاك النصف كيلو ديال الفرص، فكيف ما كتعرفوا ديما كنقدروا نلعبوا ما بين معلقه ولا جوج معالق زايدين على حسب الكاليتي ديال الفرص وعلى حسب الحجم ديال البيضات اللي غادي نستعملوا. دونك غادي ندير البيض، غادي ندير الزيت، كنكون زدت هذيك الخماره ديالي ديال الحلويات من فئه 8 غرام، والقبيسه ديال الملحه لتصحيح الذوق. فانا الصراحه ما درتش قبيسه، درت واحد المعلقه صغيره باش يعطيني لوكو ديالو ويجي ما بين، يجي كيلعب ما بين المالح والحلو. فغادي نحرك هذاك الحليب ديالي باش يتفاعل، وغادي نخلط هذاك الزيت والبيض يدخل ليا في الدقيق، وغنبدا نزيد الحليب بشويه بشويه حتى تعجن لينا العجينه، وكتجي على هذا الشكل رخوه او ميم طون ما كتلصقش في اليدين، كتجي هكا. فهي تقريبا خدات معايا واحد 5 دقائق في العجانه على فيتاس ديال جوج، وهانتوما كتشوفوا غادي ندهن ايديا غير شويه بالزيت، وغادي نديمو ليها من هذاك العجانه، ولكن غنخليها فيها. هانتوما كتشوفوا كيفاش كتجي رطبه بزاف ولذيذه وما عمركم غتستغناو عليها، وكنخليوها تخمر واحد نصف ساعه، من بعد كنديغازيها على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي نقطعها باش نشكل الكويرات ديالي وغادي نقسمهم. فانا الكويرات ديال الصالي درت فيهم تقريبا واحد 50 54 باش يجيوني بحال القوارب، غيجيوني بحال خبيزات، بحال دي ميني ساندويتش انديفيديوال اللي هما معمرين ساهلين. نقدروا نديروا هاد لا كونتيتي بوغ غوتي، تقدروا ديروا لا كونتيتي كلها صالي، تقدروا ديروها مالحه ولا حلوه اللي بغيتوا. فانا غادي ندير الكويرات ديالي المالحين صغيورين، سمحوا لي الحلوين صغارين، درت فيهم انا هنايا 40 والمالحين درت فيهم 50. فانتوما كتشوفوا معايا ما كتلصقش نهائيا، غادي نطلقوها على هكا شويه اوفال باش نعمروا هذيك العماره ديالنا. كتجي لذيذه، فكره ديال غوتي، فكره ديال عشاء خفيف نعمروها باش ما بغينا، نعمروها بخضر والدجاج، بخضر ولي كروفيت، نعمروها بلي زيبيناغ وصومون باش ما بغينا. فانا اختاريت هذه الحشوه اللي هي لذيذه، كتجي لذيذه و او ميم طون خفيفه وفي متناول الجميع. غادي ندير هذوك الطريفات ديال الفرماج باش يعطوني التعليكه، ونقدروا نستعملوها كسحور اولا في الفطور ديالنا في رمضان، فهو على الابواب، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه يا ربي. فنقدروا نستعملوهم هكا مع السحور ديالنا ولا حتى في الفطور، علاش لا؟ فهما ما كيجيوش غلاضين وما كتجيش العجينه كثيره فيهم. هانتوما غادي تشوفوا معايا في الاخر كيفاش تيجيو. غنبقى تنشكل الكويرات ديالي كاملين وتنعمرهم على هذا الشكل. فانتوما كتشوفوا كنسدوا الجوانب مزيان ملي كنحطوا لافاكس ديالنا، كنوركوا باش ما تخرجش لينا الحشوه ملي يبدا يطيب. فكيف ما قلت لكم تقدروا ديروا لي زيبيناغ وشامبينيون، تقدروا ديروا اي عماره بغيتوا، انا غادي نزيد شي شويه باش يجوني معمرين ولذادين. فانتوما كتشوفوا كنبقى نبرك على العجينه وكنسد وكنتاكد انني سديت مزيان، ومن بعد كنقلبوهم وكيجيو على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. فغادي نخليوهم يختمروا واحد 10 ديال الدقائق اخرين
ولا 20 دقيقه على حسب الحراره ديال المطبخ ديالكم وعلى حسب الحراره اللي حنا فيها. فاحنا دابا راه كاين البرد، ولكن انايا ما كنت مشعله الفران في الكوزينه، فعندي شويه سخونه. هنايا غادي لي بغيوش ديالي، فانا غادي نديرهم غير بيديا، غادي نوسعهم هكا شي شويه، وغادي ندير فيهم هذيك شويه ديال الشكلاط على حسب لا كونتيتي اللي عندي وعلى حسب شنو انا بغيت، وغادي نبقى نبرك عليهم هكا كنكور. انتما كتشوفوا معايا، غنعاود معكم الطريقه، فبلا ما نحتاجوا لا مدلك لا والو، كنديروا ديك المعلقه ديال اي شوكولاته ديال الدهن، نقدروا نعوضوها غير بقطع الشوكولاته عندنا الا عندنا واللي كنبغيو حنايا، ونعمروا على هذا الشكل. هذا غادي نبقى حتى نكمل التتمه ديال الكويرات ديالي كاملين، وغادي نخليهم حتى هما كذلك يرتاحوا واحد 20 دقيقه يختمروا، حيتاش في الاول كنديروا غير نص تخميره العجين باش كنحاولوا نشكلوها. هانتوما كتشوفوا من بعد ما خمروا، غادي نكون زدت واحد جوج معلقات ديال الحليب على داك الصفر ديال البيض، وواحد شويه ديال لافاني انا عندي ليكيد غير باش تحيد لنا الزفوره ديال البيض. غادي ندهن الوجيه ديال لي بغيوش ديالي كاملين، وانا لي صالي غادي ندير فيهم هاد الزرارع اللي انا عندي، البافو، زرعه، البيضه، الكحله، الجنجلان بثلاثه ديال الانواع ديالو، الابيض والاسود والجنجلان ديالنا العادي، وغادي نعمرهم مزيان باش يجيوني على شكل فريمون دي ساندويش دي بان اللي هما معمرين كيجيو لذادين. اما بالنسبه لي سوكري فانا غادي نكتفي صراحه، ما عنديش هذاك لو سوكر روشي كيجي الد، فغادي نكتفي غنديرهم بحال دي بغيوش عاديين، غندير لهم غير الزنجلان للتزيين، وغادي نخليوهم منين نخرجوهم من الفران يطيبوا على عافيه مهيله من التحت 160 حتى يطيبوا لنا من التحت، عاد نشعلوا عليهم الفوق ونخليهم مغطين حتى يبردوا تماما، يحيدوا ديك السخونيه الاولى. كنخليهم مغطين باش كيعطيونا ديك الرطوبيه وداك الطوع، وكيبقاو رطبين معنا المده اطول. ها نتوما كتشوفوا كي كيجيو الخبيزات ديالنا لذادين، نقدروا نستعملوهم دي ساندويش للوليدات في ليكول، نقدروا نستعملوهم كيف قلت لكم الفطور او السحور في رمضان ان شاء الله بحول الله، او لا غوتي او عشاء علاش لا في الايام العاديه ديالنا. فانتوما كتشوفوا على هذا الشكل كيجيو شهيين ولذادين، وما كيجيوش عامرين بالعجينه، كيجيو خفاف هادو ديال الشوكولا كيجيو على هذا الشكل. كنقدروا ننوعوا ما بين صالي وسكري، ناكلوا المالحين وملولين، ونديروا الديسير بالحلوين. كنتمنى هاد الوصفه تنول الاعجاب ديالكم، وتخليوا لي كومونتير ديالكم ولي لايك ديالكم. خليتكم على خير في حلقه جايه ان شاء الله.